اخوي يعني هون المنطقه نحن عندنا هون منطقه شوفت عينك منطقه جبليه ما فيها غير المدنيين حتى مقرات ما فيها عرفت علي والزلمه صاحب هذا البيت انا يمكن بعرفه من سنتين معرفه شخصيه يعني بعرفه زلمه بيشتغل بالتجاره بالاغنام شو ما صار له بيشتغل امبارح بحدود الساعه 11 الا ربع طلع صوت غريب صوت هدير يعني ما عرفنا ايش شو فيه بعد دقائق صار الصوت قوي طلعنا من البيت تفاجئ انه في طيارتين ما يعلو ارتفاعهم على الارض 15 متر عملوا محور شي 500 متر دائري يدوروا حوالين بعضهم بعدين صار صوت اطلاق نار من الارض عليهم بعدين ردوا عليهم الطيران بعد استغلت العمليه شي ساعتين لساعتين ونص اختفى صوت الطيران من الجو بعدين اجى صوت طيران استطلاع اخذ الوقت شغله 5 دقائق بعدين طلع صوت انفجار قوي صواريخ يعني بين صوته قوي كثير اول صاروخ ثاني صاروخ بعدين اجى صوت صاروخ ثالث شديد الانفجار حتى البيوت اللي بتبعد عن هون شغله 1 كيلومتر ما ضل فيها يمكن لا شبابيك ولا ابواب